بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعم نواله عظم السلطان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. نأخذ الآية قبل الأخيرة من سورة آل عمران عليهم السلام، آية رقم 99 و100. وإن من أهل الكتاب parmi les gens du livre révélé les gens des écritures célestes وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم c'est une minorité وما أنزل إليهم خاشعين لله ils sont humbles auprès d'Allah ولا أمر الله لا يشترون بآيات الله ثمن قليل عمر إن تروك جامي أفي البري ولا ليتل برايس لفرسو دالله سيادير لا ريفيلاسيون كورانيك ولا لا ليزونسيون ريفيلاسيون افون ديتر ليزي تورا اي غوسبل ايفونجيل ان ايفونجيل اي با بليزيور ايفونجيل. Vous avez vu que les gens qui disent qu'ils veulent prêcher l'évangile, ce n'est pas vrai. Ils prêchent les évangiles pour semer la discorde parmi les soi-disant chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants ou orthodoxes. « Wa inna min ahli al-kitab ila man yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'in la yashtaruna bi ayati Allahi thamanan qalilan » أولئك لهم أجرهم عند ربهم يعني سيكونوا بيان ريتربيي كوريكتمون ريتربيي افيك توت لامبارساليتي ديفين عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. ويختموا السورة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وينهم هذوما؟ هل الأوامر الإلهية يا أيها الذين آمنوا فعلا تقولوا مؤمنين أنكم آمنين قال اصبروا منوا صبركم أنتم تبيعوا دينكم إذا كان عندكم دين بقص أبقص الأثمان وصابروا ما عدوكم تجدوا دائما المذلة والمسكنة وفقد الكرامة المتبقية وصابروا ورابطوا شكون اللي قاعد يحرص الإسلام على كل المستويات إلا القلة المسلمة حقيقية ورويد بل أغلبهم المسلمين والكرب مسلمين بين ظفرينا هم أكبر خونة للقرآن والحديث القدسية والحديث الصحيح لرسولنا رسول الإسلام عليه السلام ورابطوا وأكبر الكارهين للسيرة العطرة سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام ورابطوا واتقوا الله شكون يتق الله لعلكم تفلحوا حتى ولو تحكذوا ما قالك أنت سيرافا ميبي أنت على طريق الفلاح ممكن أن تنجح بسمعة أنت أردتها لكن سمعتك عن ربي تورطك ما هي السمعة اللي مش تقرب من الله بل تبعدك وتسخط الله عليك. نعاود الآية الخاتمة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون والسلام.